وبنتك تقلد فتاة الغربية بشكل مروع. معقول ممكن ده يبقى لبس بناتنا في جامعة من جامعاتنا في بلاد المسلمين؟ لا. ممكن اللبس ده تلبسه بنت مسلمة؟ لا. خرجت من بيت مسلم فاضل طاهر عفيف؟ لا. مستحيل. الله، طب خرج باللبس راح الجامعة، هل هذا اللبس له علاقة بهذا المكياج الصارخ وبهذا التبرج الرهيب وبهذا اللبس الذي لا أريد أن أفصل فيه؟ ما علاقة هذا بطلب العلم؟